ساعتين الحكومة لم تخلق واقع جديد، هذا اللي قلته أنت، ولم تتفاعل مع مطالب المحتجين، هذا متفاهمين فيه. لكن في كل مرة اللي لاحظوه اللي المحتجين يتجهوا سواء لأحزاب سياسية أو لنواب بعينهم معروفين بمساندتهم للتحركات الاحتجاجية بصفة عامة. لكن الأحزاب السياسية هذه والنواب هذوما في حد ذاتهم ما طرحوش البديل وما قدموش حلول أو على أقصى تقدير آليات حلول. معناها في نهاية المطاف نقعدوا ندوروا في نفس السيرك الفيسيو اللي هو احتجاج يصير، نتجهوا الناس باش تساندنا في الاحتجاجات نتاعنا، وفي نهاية المطاف ما فما حتى شي تحل. معناها ما سعيناش إلى حل الأمور بطريقة عملية. شوف، من 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 يحكم هو المطروح عليه الحلول وممارسة الحلول، ومن يعارضه ومن يعارض عليه. إذا طلبت منه الاستشارة وطلب منه رأي نقدمه. لا، ومش هذا راهو قعدنا نعطيك من وقت السيد، على الأقل أنا تو في نائب مع سي حبيب السيد ومع وزرته، أنا قعدت وقدمت رأي وقدمت مقترحات مع سي يوسف الشاهد كذلك. تعرف يوسف الشاهد من اللي سلم من الحكم، طلبت معه موعد ومشيت وتحدثت أنا وياه، قلت له يا سيد رئيس الحكومة علاش يقعد في الصوات اليوم حابس، هات نلقوا حل، معناها أنه نشدوا العصا، نمسكوا العصا من الوسط، لأنه ما عندوش حلول أصل للحلول. اليوم رأينا تعالج بالواقع الموجود الآن، الواقع الموجود الآن الحكومة تقول لك لا يسمحوا لي بالمعالجة نتاع الوضع هذا، كان في حلقة مفرغة.